بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي جريد 3، أهلا وسهلا بيكم. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Fractions Part 2 اللي هناخد فيه Comparing, Ordering, Adding and Subtracting Fractions for the Third Primary Second Term. الأول قبل ما ندخل في درس النهاردة، تعالوا كده نفتكر مع بعض اللي أخدناه في الدرس السابق. بيقول لي remember that، تذكر أن. number one، تعالوا نفتكر اللي احنا أخدناه في الدرس اللي فات. الفراكشن طبعا عرفنا أنه consists of، بيتكون من النمبر اللي فوق اسمه numerator والنمبر اللي تحت اسمه denominator. النمبر اللي فوق اسمه numerator والنمبر اللي تحت اسمه denominator. طيب تاني حاجة عاوزين نفتكرها ان الهول 1 equal 2 over 2، 2 halves equal 3 third، 3 over 3، 4 quarters، 5 fifth، 6 over 6، 7 over 7، 8 over 8، 9 over 9، 10 over 10 and so on. يبقى علشان يكون الفراكشن equal whole one لازم يكون النوميريتور equal الدينوميناتور. طيب number three، درس ال equal fractions، بيقول لي complete. number a، 6 over 8 equal 3 over what. طبعا المسألة دي كنا مسمينها مسألة السهم، السهم بيروح للمكان الفاضي والسهم التاني زيه. طالما السهم مشي to the right يمين، يبقى السهم التاني هيمشي برضو to the right، هو كمان ناحية اليمين. لقيت ال 6 بقت 3، 6 كده decreased نقصت. طالما النمبر نقص يبقى divided، لو increased لو زادت كنا قلنا by أو times، لكن ال 6 بقت 3 يعني عملنا لها divided 2. وزي ما غنينا الدرس اللي فات وقلنا زي ما نعمل divided فوق نعمل divided تحت. طيب 8 divided 2 equal، شطار، equal 4. question number b، 5 7th equal 10 over what. السهم بيروح للمكان الفاضي والسهم التاني زيه. ال 5 لقيناها بقت 10 زادت، يبقى عملنا لها باي او عملنا لها times. 5 by what equal 10 او 5 times what equal 10، 5 times 2. الناس الشطار اللي حافظين التيبل، زي ما نعمل تايمز فوق نعمل تايمز تحت. 7 تايمز 2 ها equal 14، برافو. question number c، 3 over 4 equal 9 over what. السهم بيروح للمكان الفاضي والسهم التاني زيه. طب لقيت ال 3 بكام؟ 9. ال 3 بقت 9، عملنا لها ايه يا حلوين؟ عملنا لها باي 3 او تايم 3، زي ما نعمل تايمز فوق نعمل تايمز تحت. عملت فوق تايم 3 يبقى لا، لازم اعمل تحت تايم 3. طب 4 تايم 3 ايكوال وات؟ شطار، ايكوال 12، برافو. رابع حاجه لازم افتكرها، simplifying fractions to their simplest form او reducing fraction to its simplest form. ازاي ابسط الفراكشن لابسط صوره؟ طبعا تعالوا نفتكر مع بعضينا كنا بنعمل السيمبليفاي ازاي. بالديفايد يا مستر، بيديني فراكشنز النمبرز اللي فيه كبيره وانا بايه بقللها بالديفايد. تعالوا افكركم ازاي. كنت بشوف النمبر اللي فوق وتحت مشتركين في اكبر تيبل اللي هو ايه، واعمل ديفايد. يعني كويستشن نمبر ايه بيقول لي 7 اوفر 28. ال 7 وال 28 هما الاثنين مشتركين في تيبل كام يا حلوين؟ برافو، سامع بنوته شاطره بتقول لي ايه؟ الاثنين مشتركين في تيبل 7 يا مستر. طب يبقى هعمل فوق ديفايدد 7 زي ما نعمل ديفايدد فوق نعمل ديفايدد تحت. 7 ديفايدد 7 ايكوال 1 و28 ديفايدد 7 ايكوال 4. يبقى طلع الفراكشن في السمبلست فورم 1 اوفر 4 او 1 فورث او كوارتر. طب نشوف كويستشن نمبر بي، 18 اوفر 48. ال 18 وال 48 اكبر تيبل مشتركين في ايه يا حلوين؟ برافو، سامع ولد شاطر بيقول لي تيبل 6.
هعمل فوق divided 6 وتحت divided 6. 18 divided 6 equal 3 و 48 divided 6 equal 8. يبقى طلع الفراكشن في السيمبلست فورم 3 over 8 أو 3 8. تعالوا بقى يا حلوين ندخل في درس النهاردة. يلا بينا يلا بينا. First comparing and ordering fractions، مقارنة وترتيب الفراكشنز. طب تعالوا نشوف. أول question عندنا النهاردة بيقول لي compare using bigger than or equal or smaller than. كلمة compare يعني قارن، يعني قول مين البيجر ومين اللي سمولر. أنا عارف طبعا الفيش ماوس ها بتفتح وتضحك ها وتفتح بقها في وش النمبر البيجر وتدي بوز وتبوز في وش النمبر اللي سمولر. تمام، تعالوا نشوف question number A بيقول لي 1 over 4 ولا 3 over 4. لاحظنا ايه يا مستر؟ لاحظت ان الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال. تمام، طيب ها طالما الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال يبقى النوميريتور الكبير هو اللي يتفوق. يعني ايه يا مستر؟ يعني 1 over 4 ولا 3 over 4؟ لا، ال 3 over 4 bigger. تمام، ال 3 بتتفوق على ال 1. طب نشوف question number B 3 over 6 or 3 over 4. المرة دي بقى يا مستر لاحظت ان النوميريتور اللي فوق هما اللي ايه؟ هما اللي equals. دلوقتي بقى يبقى كل حاجة هتختلف ازاي؟ هيبقى الدينومينيتور الصغير هو اللي يتفوق. يعني 3 over 4 bigger than ها 3 over 6. برافو. يبقى لو الدينومينيتورز ايكوال النوميريتور الكبير يتفوق، لو النوميريتورز اللي فوق ايكوال الدينومينيتور الصغير هو اللي يتفوق. تعالوا نشوف question number C 5/7 or whole 1. عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. الهول 1 ده عامل زي قطعه الصلصال او السلايم اللي بنشكلها على مزاجنا. ازاي؟ طبعا الهول 1 هشكله على حسب الدينومينيتور اللي عندي في المسألة. الدينومينيتور اللي عندي في المسألة كام يا حلوين؟ 7. يبقى أنا هشكل الهول 1 ده لكام؟ برافو، 7 over 7. ليه شكلت الهول 1 7 over 7؟ عشان الدينومينيتور يا مستر اللي عندي في المسألة 7. طب تعالوا بقى نعمل comparing 5/7 ولا 7/7؟ ها؟ لاحظنا إن الدينومينيتور اللي تحت إيكوال، يبقى النوميريتور الكبير هو اللي يتفوق. ال 7 هتتفوق على ال 5، يبقى ال whole 1 bigger than ال 5/7. تمام. Question number D 3/7 or 5/7. لاحظنا ان الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال، ها يبقى انهي هيتفوق بقى، ال 3 ولا ال 5؟ لا، ال 5. 5/7 هي البيجر. تمام. Question number E 1/4 or 2/6. ايه ده يا مستر؟ ولا النوميريتورز اللي فوق ايكوال ولا الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال. طب انا هعمل ايه دلوقتي عشان اعرف؟ هعمل حاجه اسمها سيزر. سيزر يعني مقص. عارفين المقص او علامه الاكس؟ بمعنى اصح النمبر اللي تحت اللي هو الفور هنعمل له باي النمبر اللي فوق. كده بالظبط، الفور هنعمل له تايمز 2. 4 تايمز 2 ايكوال 8. الناس الشطار اللي حافظين التيبل. وال6 ها هتطلع تتايمز في ال1. 6 تايمز 1 ايكوال 6. which is greater بقى يا حلوين؟ مين يتفوق، ال6 ولا ال8؟ ال8 طبعا. برافو. تمام، طيب question number F بيقول لي 1 over 6 or 2 over 12. برضو يا مستر النوميريتورز ديفرنت والدينومينيتورز هما كمان ديفرنت. هنعمل ايه يا حلوين؟ هنعمل السيزر يا مستر، المقص. ال 6 هنعمل لها باي 2 او تايمز 2 ايكوال 12، وال 12 هنعمل لها باي 1 او تايمز 1 هتطلع ايكوال 12. لاحظت ان هما الاثنين ايكوال. برافو عليكم. question number G ها 1/7 or 3/7. ملاحظين ان الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال، يبقى ال 3/7 هي اللي هتتفوق. برافو. question number H 3/5 or 3/4. ملاحظين النوميريتورز اللي فوق ها ايكوال، يبقى الدينومينيتور الصغير هو اللي هيتفوق، يبقى 3/5 هي البيجر.
تمام. تعالوا نشوف سؤال بيقول لي arrange in an ascending order. arrange يعني رتب, ascending order يعني from the smallest to the biggest, من الأصغر للأكبر, أو from the smallest to the greatest. question number A, مديني 7/11, 5/11, 8/11, 2/11, 1/11, وعاوزني أرتبهم من الصغير للكبير. طبعا ملاحظين ان الدينومينيتورز اللي تحت ايكوال, تمام, يبقى الترتيب الطبيعي بتاعنا من الصغير للكبير هيبقى ايه؟ برافو, ال1 اوفر 11 هي السمولست, تمام. مين اللي اكبر منها على طول؟ ال7 ولا ال5 ولا ال8 ولا ال2؟ ال2, برافو, يبقى بعدها 2/11. طيب فاضل عندي 7/11, 5/11, 8/11. سامع ولد شاطر بيقول لي ال5/11, برافو. فاضل ال7 وال8, ها بنوته شاطره بتقول لي ال7 اصغر, تمام. ها اكبر حاجه طبعا عندي ها ال8/11, برافو. question number b, 2/9, 2/13, 2/11, whole 1, 2/5. زي ما اتفقنا من شويه قلنا ان الهول 1 عامل زي الايه, زي الصلصال, هنشكله. بس دلوقتي بقى هنشكله ازاي يا مستر؟ انا شايف النوميريتورز اللي فوق هي اللي ايه, هي اللي ايكوال, يبقى انا هشكله المره دي على حسب النوميريتور اللي في المساله. يبقى انا هعمل الهول 1 هشكله 2 اوفر 2, برافو. طب يلا, ها لقيت النوميريتورز اللي فوق ايكوال, ها يبقى الكلام هيختلف. اصغر حاجه فيهم مين يا حلوين؟ ال2 اوفر 9 ولا ال2 اوفر 13 ولا ال2 اوفر 11 ولا ال2 اوفر 2 ولا ال2 اوفر 5؟ سامع ولد شاطر بيقول لي ال2 اوفر 13 هي اصغر حاجه, فعلا, برافو. ها مين اللي اكبر من ال2 اوفر 13 على طول؟ ال2 اوفر 11, تمام. مين اللي اكبر من ال2 اوفر 11 على طول؟ ال2 9, تمام. مين اللي اكبر من ال2 9 على طول؟ ها برافو, ال2 5, تمام. اكبر حاجه فيهم مين؟ الهول 1, برافو عليك. طب تعالوا نتابع مع بعضينا الارينج. بيقول لي arrange in a descending order, عاوزني ارتب ايه بقى؟ from the biggest to the smallest, من الاكبر للايه, للاصغر, او from the greatest to the smallest. question number a, 8 over 13, 3 over 13, 2 over 13, 5 over 13, 7 over 13. يلا يا حلوين, ها which is the greatest fraction؟ برافو, برافو, ال 8 over 13, تمام. ها مين اللي اصغر منه على طول؟ ال 7 over 13, تمام. مين اللي اصغر من ال 7 over 13؟ ال 3 ولا ال 2 ولا ال 5؟ ال 5, تمام. مين اللي اصغر من ال 5؟ ال 3 ولا ال 2؟ ال 3, برافو. طبعا اصغر حاجة عندي ال 2 over 13, برافو. طب question number B, 2/7, 2/13, 2/11, 2/3, 2/5. دلوقتي يا مستر النوميريتورز اللي فوق هي اللي ايكوال, وطالما النوميريتورز اللي فوق ايكوال, ها الوضع بيختلف. اكبر حاجه مين؟ برافو, سامع ولد شاطر بيقول لي 2 اوفر 3 اكبر حاجه, تمام. مين اللي اصغر من 2 اوفر 3؟ ها ال 2 اوفر 5, تمام. مين اللي اصغر من 2 اوفر 5؟ ال 2 اوفر 7, تمام. مين اللي اصغر من 2 اوفر 7؟ ال 2 اوفر 11. اصغر حاجه فيهم مين بقى يا حلوين؟ ال 2 اوفر 13, شطار. طيب تعالوا بقى نشوف الدرس الثاني اللي هو adding and subtracting fractions. نشوف السؤال بيقول لي ايه, find the result, وركزوا معايا كويس قوي. بيقول لي question number A, 3/7 plus 2/7. عايز اقول حاجه مهمه قوي, بعمل النوميريتورز اللي فوق بلس عادي خالص, والدينومينيتورز اللي تحت ما بقربش منهم, بينزل الدينومينيتور ها as it is, زي ما هو, will be down. يلا نشوف ازاي. 3 plus 2 equal 5, شطار. وال7, اوعى حد يجمع ال7 اللي تحت مع ال7 اللي تحت, لا انا بجمع النوميريتورز بس, الدينومينيتور بينزل زي ما هو, will be down. يبقى الانسر بتاعي 5/7. طب نشوف question number B,
1 over 8 plus 2 over 8 ها huh? 1 plus 2 equal 3 will 8 will be down تمام شطار question number C 3 8th plus 2 8th ها huh? يلا النوميريتورز هنعمل لهم بلس 3 بلس 2 ايكوال 5 والدينومينيتور ويل بي داون ال 8 هتنزل زي ما هي طيب question number D 1 5th بلس 2 5th 1 بلس 2 ايكوال 3 ويل 5 ويل بي داون تمام تنزل زي ما هي دلوقتي بقى مديني 3 fractions عادي ولا يهمني برضو بعمل النوميريتورز اللي فوق ها بلس 5 plus 2 equal 7 7 plus 1 equal 8 تمام when 9 will be down تنزل زي ما هي برافو question number F 2 plus 3 equal 5 5 plus 1 equal 6 with denominator as it is 6 طب احنا عارفين ان 6 over 6 equal what ها برافو سامع بقى النوتة شاطرة بتقول لي equal whole 1 يا مستر علشان النوميريتور ايكوال الدينومينيتور برافو عليكي تمام question number G 4 5th minus 2 5th اللي عملناه في البلس هو هو اللي هنعمله في الماينس عادي برضو هماينس النوميريتورز اللي فوق والدينومينيتورز مش هقرب منها يلا 4 minus 2 equal 2 will 5 will be down يبقى 4 5th minus 2 5th equal 2 5th برافو عليكم question number H 5 over 9 minus 2 over 9 ها ال 5 هعمل لها minus 2 equal 3 when 9 will be down question number I بيقول لي whole 1 minus 2 5th اتفقنا ان ال whole 1 ده عامل زي الصلصال او السلايم يلا بينا نشكله هشكله على حسب الدينومينيتور اللي موجود عندي في المسألة يا حلوين والدينومينيتور اللي عندي في المسألة كام شطار 5 يبقى أنا هشكل الـ whole 1 ده لـ 5 over 5 يلا بينا ها 5 minus 2 equal 3 will 5 will be down very good 4 over 6 minus 3 over 6 4 minus 3 equal 1 will 6 will be down تنزل زي ما هي طيب 5 over 6 minus 2 over 6 5 minus 2 equal 3 way 6 will be down طيب question number L whole 1 minus 2 over 2 طبعا انا عارف ان ال whole 1 ده ها هشكله على حسب الدينومينيتور اللي عندي في المسألة الدينومينيتور اللي عندي في المسألة 2 يبقى انا هشكل ال whole 1 ده ل 2 over 2 يلا بينا 2 minus 2 equal 0 وال 2 ها will be down طب 0 over 2 أو 0 divided 2 equal 0 برافو عليك طب تعالوا نشوف سؤال كومبليت كده بيقول لي ايه number A 3 over 7 plus what over what equal 5 over 7 طبعا اتفقنا ان الدينومينيتورز اللي تحت لازم تبقى equal تمام طب ال 3 عايزة كام عشان تبقى 5 ها هنعد بعد ال 3 لحد ما نوصل لل 5 after 3 4 5 needs 2 محتاجة 2 وال 7 اللي تحت طبعا كلهم بيبقوا ايه equal يبقى في تحت ايه 7 برافو طيب what plus 2 equal 3 ها ال 2 عاوزة تكبر تبقى 3 محتاجة كام شطار محتاجة 1 وطبعا تحت لازم يكون الدينومينيتورز equal يبقى في تحت ايه ها سامع ولد شاطر بيقول لي 7 برافو عليك تمام طب 2 plus what equal 3 ها ال 2 عايزة كام عشان تبقى 3 زي المسألة اللي فوقيه عايزة 1 برافو ها والدينومينيتورز اللي تحت كلهم بيبقوا ايكوال يعني تحت هيبقى فيه كام يا شطار 5 برافو طيب ها 4 بلس وات ايكوال 8 الفور عايزة تكبر تبقى 8 محتاجة كام ها هنعد after 4 till we reach to 8 after 4 5 6 7 8 محتاجة 4 برافو عليكم ها وتحت خلاص بقى بقينا شطار تحت كام برافو 9 very good طيب ها 7 بلس وات ايكوال 10 ال 7 عايزه كام عشان تبقى 10 يا حلوين افتر 7 8 9 10 عاوزه 3 برافو والدينومينيتورز اللي تحت كلهم لازم يكونوا ايكوال يعني هنا في ايه 11 برافو طيب
2 plus what equal 5. It 2 wants to be 5. It 2 عايزة تكبر تبقى 5. محتاجة كام؟ After 2, 3, 4, 5. محتاجة 3. Very good. وطبعا زي ما اتفقنا ان الديلومينيتورز اللي تحت لازم تكون equal. يبقى فيه تحت 9. برافو. طب نشوف question number G. بيقول لي 8 minus what equal 5. ها؟ close your hand. هنقفل صوابعنا. ها؟ هنعد after 5 till we reach to 8. هعد بعد ال 5 لحد ما اوصل لل 8. after 5 يلا نفرد صوابعنا. ها 6 7 8. فردنا كام finger؟ 3. very good. وتحت برضو زي ما اتفقنا لازم تكون الدينومينيتورز كلها equal. يبقى في تحت 9. برافو عليكم حلوين. تمام. زي ما اتفقنا مع بعضينا ان الدينومينيتورز اللي تحت كلها equal. يبقى هنا بقى لازم يكون الدينومينيتور كام؟ برافو. سامع ولد شاطر بيقول لي لازم يكون 7. برافو. تمام. طب what minus 2 equal 3؟ ايه النمبر اللي a minus منه 2 equal 3؟ ها سهلة جدا، بتاع سنة أولى يحلها. ها طبعا هعمل لدول بلس 3 بلس 2 equal 5. حلوين. برافو. وطبعا زي ما اتفقنا ان الدينومينيتورز اللي تحت لازم يكونوا equal. يعني تحت هنا هيكون فيه كام؟ 7. very good. طيب زي المسألة اللي فوقيها question number I بيقول لي what minus 2 equal 3. برضو نفس النظام، هنعمل 3 plus 2 equal 5. ها والدينومينيتور اللي تحت طبعا لازم يكونوا equal. يبقى تحت فيه 5. 5 over 5 او whole 1. برافو. تمام. question number J what is the number minus 4 equal 2. برضو هنعمل التو numbers دول هنعمل لهم بلس. 4 plus 2 equal what؟ شطار، equal 6. وطبعا الدينومينيتورز اللي تحت لازم يكونوا equal. يبقى في تحت كام يا حلوين؟ 7. very good. طب 7 minus what equal 2؟ ها ال 2 wants to be 7. ال 2 عايز تكبر تبقى 7. ها needs what؟ close your hand. طبق صوابعك يلا بسرعة. ها يلا، ها هنعد after 2 till we reach to 7. يلا افرد صوابعك معايا. after 2 3 4 5 6 7. ها how many fingers؟ 5. very good. وطبعا تحت ها في 11. برافو. whole 1 minus what equal 5 over 9. الهول 1 طبعا لازم اشكله، هيتشكل كام اوفر كام؟ برافو. سامع بنوته شاطره بتقول لي انا لقيت الدينومينيتور 9، يبقى الهول 1 هشكله 9 اوفر 9 يا مستر. برافو. لان انا بشكل الهول 1 على حسب الدينومينيتور اللي عندي في المساله. طب 9 minus what equal 5؟ هنعد after 5 till we reach to 9. after 5 6 7 8 9. how many fingers؟ 4. very good. تمام. وتحت طبعا زي ما احنا عارفين انه 9 علشان الدينومينيتورز اللي تحت equal. وفي نهايه درس النهارده أرجو إنكم تكونوا فهمتوا درس النهاردة كويس جدا. with my best wishes and goodbye.